هي مراحل، المرحلة الأولى من الولادة لين 2 شهر ونص 3 شهور، هنا أنت ما تقدري تتحكمي بنوم الطفل نهائيا. بس إيش أبغى منك؟ إنه وقت نومك مثلا يكون نومك الساعة 12، أنت تبغي ينام نوم عميق في الليل ما يقوم يصحصح، خلاص وقت نومك الساعة 12، الساعة 9 يعني قبل ب3 ساعات تفكي البيبي، تغيري ملابسه وتصحيه، ولا طول اليوم خليه ياخذ راحته، متى ما صحي يصحى، متى ما نام ينام، بس قبل نومك ب3 ساعات لازم تصحيه. طبعا هو كيف يصحى لانه صغير ما يفهم ولا حاجة، تقومي تبدلي ملابس، تفكفكي الملابس، تسوي له شاور، مساج، تمارين المغسل. بنات مرة مرة حلوة، الحمد لله ما استخدمت ريفال ولا علاج، بنزل لكم بإذن الله التمارين هذه، تسوي له تمارين تخلي الطفل يبذل مجهود. أخذ ساعة ونص، ساعة ونص صاحي، خلاص كوفي لي تمام، وأعطيه له الطاعة دافية وراح يتعمق في النوم. أقل شيء يريحك وقت نومك، قلت لك ما نقدر نتحكم في نومه أبدا، نخليه ينام زي ما يبغى على راحته في اليوم، بس قبل نومك ب3 ساعات لازم يصحى. المرحلة الثانية لما يبدأ النوم يقل عند الطفل، هنا إيش أنت إيش تسوي؟ في قاعدتين لازم القيلولة ياخذها، إما الظهر أو العصر. القيلولة كيف يعني القيلولة؟ يعني ينام ساعة ونص ساعتين أو ساعة ساعة ونص، هذه القيلولة هذه أخذها لابد منها، خلاص أهم شيء تكون بدري، يعني الظهر أو العصر. طيب بقية اليوم قبل ما يجي وقت نومي أنا، بقية النوم مسموح ياخذ غفوات. إيش يعني غفوة؟ ربع ساعة، إذا مرة طول نص ساعة. أبدا ما أحط الطفل في مكان مظلم هدوء، لا في الغفوات، لا ينام معاكي في الصج وفي المكان اللي أنت فيه، مسموح ياخذ له الغفوات اللي هو يبغى. طيب أهم شيء قبل وقت نومي أنا، ما ياخذ قبل النوم وقتي قبلها ب3 ساعات، ما ياخذ ولا غفوة واحدة. يعني احاول قد حتى لو انه تعبان احاول الهيه، اسليه، احممه، المهم انشط الطفل انه ما ينام قبل وقت نومي 3 ساعات. ممنوع غفوه قبل وقت نومي 3 ساعات. يعني مثلا انا 12 ممنوع ياخذ غفوه من بعد الساعه 9. الشيء الثالث خلاص يعني قرب على 10 ونص 11، قرب الوقت نومي وخلاص الطفل مره تعبان، عادي اخليه ينام بس اهيئ له الجو، يعني خلاص يدخل في غرفة مظلمة هدوء خلاص عشان يتعمق في النوم. يعني المرحلة الثانية عندنا الاشياء الضرورية للقيلولة تكون ساعتين، يعني بداية النهار خلاص القيلولة هذه اخذها. الاشياء الثانية غفوات ما ياخذ اكثر من نص ساعة، وسط غرفة المعيشة معانا، ما في أي هدوء، ما في أي ظلام، ما في أي جو للنوم. قبل نومي ب3 ساعات ممنوع أي غفوة حتى لو 10 دقائق. خلاص قرب على وقت نومي، خلاص أهيئ للطفل الجو، جو النوم، الظلام، المكيف البارد، الرضاعة الدافية، الهدوء، خلاص إلين أحافظ على الهدوء إلين يتعمق في النوم، كذا نص ساعة نايم في الهدوء خلاص يبدأ يتعمق في النوم، خلاص يجي انت وقت نومك تنامي معاه.